ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه كب كيك هش قوي. المقادير: 3 بيضات، 130 جرام سكر ناعم، 200 جرام دقيق، 100 ملي لبن، 110 ملي زيت، نص ليمونه معصوره، فانيليا، وكيس بيكنج باودر. اول حاجه هنعملها هنجيب بولة كبيرة هنضرب فيها البيض مع السكر. البيض مع السكر مش زي ما الناس بتعمل الزبدة مع السكر، الوصفة دي ما فيهاش زبدة. هنحط الفانيليا والليمون. الليمون بقى في الوصفة دي بيعزز طعم الفانيليا والكب كيك، بتبقى حلوة قوي قوي. هنضرب قوي قوي شوية في الأول، وبعدين هنضيف السكر شوية شوية، يعني هنقسمه على 3 تلات كده. كل شوية هننزل جزء. هنبدأ نضرب البيض والسكر لحد ما يبقى لونه أبيض خالص. خلاص بقى لونه ابيض، هنضيف بقى اللبن والزيت ونضرب ضربة بسيطة بس يا دوب الخليط يتجانس مع بعض. بعدين هنضيف الدقيق، بس الاول هنحط عليه البيكنج باودر ونقلبهم كويس مع بعض. هنضيف الدقيق جزء جزء ونقلب بالراحة بالإيد بقى. هنقلب بالراحة وفي اتجاه واحد بس. هنكون مجهزين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 160 ل 170 وقوالب الكب كيك بتاعتنا. هنصب الخليط في ورق الكب كيك وهندخله الفرن لمدة 3 ساعة ل 25 دقيقة. دلوقتي وطالع من الفرن شايفين لونه ذهبي ازاي، طري جدا، عامل زي الاسبونج بالظبط. جربوا الوصفة دي وهتعجبكم بإذن الله، واستنوني في وصفة تانية ان شاء الله. باي باي.